أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مايل كيلا ضرورة حماية الكوادر الطبية والمستشفيات في غزة، لافتة إلى أن الطواقم الطبية تعمل في ظل ظروف قاسية ومستحيلة. أضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بالضفة الغربية أن جيش الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية في القطاع، مؤكدة أن الوضع الكارثي في غزة لم يشهد له العالم مثيلا. إن الوضع الكارثي على كافة الصعد في قطاع غزة لم يشهد له العالم مثيلا، كما ذكر الدكتور حسام الذي عمل 35 عاما في العمل الإنساني وفي كافة الدول في العالم. إنها كارثة صحية وبيئية، مجاعة محققة، مشردون تحت المطر يواجهون البرد القارس دون أدنى مقومات الحياة، مشافي مدمرة ومعطلة نتيجة قصف الاحتلال والنقص الحاد في كافة مقومات عمل مراكز العلاج، وفي كثير من مناطق العلاج انعدام كامل للعلاج والدواء والماء والغذاء. هذا كله، ولا تزال سلطات الاحتلال تمارس حرب الإبادة على أعين المجتمع الدولي.